واخيرا شابتر جديد من مانجا وان بانش مان، الشابتر 186 بنشوف فيه القتال ما بين جينوس وسايتاما من ساعه اول تدريب اللي كان في الموسم الاول. الفصل ده كان مركز شويه على شخصيه جينوس وعلى الافكار اللي بتدور في دماغه دلوقتي، وكمان عرفنا كام معلومه عن منظمه الابطال الجديده والماد سايبورغ او السايبورغ المجنون. كلام كتير جميل حصل في الفصل ده غير ان نهايته كانت غير متوقعه وكوميديه جدا. ولكن قبل ما نبدا ما تنساش تكون معانا عشان هنا بنتكلم عن كل حاجة مثيرة في عالم الانمي والمانجا. ان شاء الله المحتوى يعجبكم وخليكم جزء من رحلتنا، وما تنساش تصلي على النبي. ويلا نبدا على طول. في الاول بتشوف الغلاف اللي نوعا ما ستايل جديد اول مره نشوفه في فصول وان بانش مان. بتشوف الصوره لسايتاما بالستايل الجديد الجميل ده، والصراحه هتبقى حاجه حلوه لو كل فصل يبقى فيه غلاف بستايل جديد كده عكس المرات اللي فاتت اللي غالبا يا تاتسوماكي يا فوبوكي. المهم بنكمل احداث الفصل اللي فات ساعه ما خلاص جينوس المفروض خلص على ملك الغابه ده بضربه واحده بسبب التطور الجديد اللي عمله له دكتور كوزينو. وبعد ما خلص على الوحش اللي من تهديد التنين ده على طول راح يكلم سايتاما. بنستكشف ان هو راح لمكان جديد، غرفة ضيقة جدا. سايتاما بيقول ان هو اللي اختار الغرفة الصغيرة دي عشان بتحسسه بالراحة اكتر. جينوس بيقول خلاص انا هجيب حاجتي وهقعد في الركن ده، ولكن واضح كده ان سايتاما كان رافض الفكرة وبيقول له المكان صغير قوي، اتوقع مش هينفع اتنين يعيشوا فيه. ولكن جينوس مصر وبيقول الركن او الزاوية الصغيرة دي هتكفيني، اعتبرني فقط اساس او زينة في البيت. سايتاما كان رافض برضه، فجينوس بيقول له يا عم انا تلميذك، ولكن سايتاما بيقول له انت هتستفاد بايه لما تقعد تشوف حياتي اليوميه العاديه، ده ما يعتبرش تدريب ابدا. ولكن جينوس طبعا عنده راي تاني ولسه محتفظ بالدفتر اللي كان بيدون فيه كل الملاحظات البسيطه جدا بتاعت سايتاما. خلينا نقول ان ايوه سايتاما ممكن يكون مفكر ان الملاحظات البسيطه دي مش بتفرق مع جينوس، ولكن هي بتفرق جدا، لان اول ما جينوس قابل سايتاما اتحول واحده واحده من اداه حرب فقط مصنوعه للقتال وللانتقام الى بطل فعلا بيحب الخير وعنده افكار بطوليه زي ما شفنا كتير من اللقطات سواء في الانمي او في المانجا. اللي عايز اقوله ان أيوة الملاحظات الصغيره دي طورت جدا في شخصيه جينوس، والمفروض سايتاما يكون عارف كده ولكن الظاهر انه مش عارف. المهم جينوس بيدخل في الموضوع على طول وبيقول انا عايز منك معروف، انا عايز مباراه تدريبيه تانية. فسايتاما بيوافق على طول وبيقول انا اصلا كده كده كنت عايز اطلع اتمشى شويه، خلينا نشوف مكان مفتوح نبدا التدريب فيه. لما راحوا لمكان فاضي بنشوف ان سايتاما بيتكلم وبيقول ان الوحوش بقت كتيره جدا لدرجه ان احنا نقدر نعثر عليها اكتر ما نشوف خنفساء الايه. ودي فعلا حقيقه، لان اول ما سايتاما اكتسب القوه بتاعته الوحوش بدات تزيد اكتر واكتر، وده كنا عارفينه من الحلقات الاولى في الموسم الاول ولكن بدانا نعرف سببه دلوقتي، وهو ببساطه الكيان عمال يعمل وحوش اكتر واكتر لانه عارف ان سايتاما كسر الحدود بتاعته. المهم بيقفوا في مكان كده وسايتاما بيقول خلاص المكان مناسب ودلوقتي القتال الراوند 2 هيبدا. جينوس على طول بيقول له شكرا لك مقدما وبيبدا التقنيه الجديده بتاعته اللي اسمها لايتنج كور او صاعقه البر، اللي بنشوفها بتطلع ضوء قوي جدا لدرجه ان سايتاما بينزعج منها وبيغطي عينه. على طول جينوس بينط النطه الخرافيه دي وكان هيسدد اللكمه الجباره دي في وش سايتاما، وسايتاما طبعا لسه في المنظر ده، ولكن في ثانيه جينوس وقف وما كملش الضرب. سايتاما بيصرخ بيقول ايه اللي حصل مش هتكمل، وبنشوف تاثير التدميري الضخم جدا بتاع ضرب جينوس. لو فاكرين يا جماعه الديث بانش او الضربه القاتله بتاعت سايتاما اللي كانت في الموسم الاول، لما نقارن الضربه دي في المانجا مع الضربه بتاعت جينوس دي هنلاقي ان التاثير تقريبا نفس، اللي هو واو بجد جينوس الفصل اللي فات خلص على وحش من تهديد تنين بضربه واحده، ودي حاجه خرافيه جدا يا جماعه، ودلوقتي بنشوفه بيسدد ضربه ممكن يكون تاثيرها مشابه جدا لنفس تاثير ضربه سايتاما اللي كانت في الموسم الاول. المهم جينوس بيغير رايه ومش هيكمل القتال لانه بيقول كل اللي هقدر اعمله هو ان اخلي ملابسك تتسخ، وبيقول له بدل كده انا عايز اسالك سؤال مهم، هل تعتقد انني اصبحت اقوى؟ سايتاما بيقول مش عارف ممكن تكون بقيت اقوى شويه، بيقول له انت غيرت اجزاء جسمك صح؟ فجينوس هنا بيتساءل بيقول انه مش عارف هل تغيير اجزائه ممكن يخليه اقوى اصلا، ودي يا جماعه مشكله كبيره. جينوس بعد ما خلص في ثانيه على وحش من تهديد تنين وبعد ما عمل الضربه الخرافيه دي لسه مش عارف هل هو بيبقى اقوى ولا لا، وده ببساطه لانه بيقارن نفسه دايما بسايتاما، ودي حاجه مستحيله جدا لان مهما حصلت ومهما اتطورت اتوقع مستحيل جينوس ممكن يوصل لنفس قوه سايتاما. ولكن في ارض الواقع جينوس اتطور بشكل خرافي جدا، ودلوقتي انا اقدر اقول انه ممكن يكون فعلا من اقوى 5 ابطال في الفئه اس، وده لما نقارنه بجينوس القديم اللي كان بيعاني شويه
مع الوحوش، واللي برضه كان مستحيل بالنسبة له انه يخلص على وحش من تهديد تنين لوحده بالصراع. لما نشوف الفرق هنعرف ان جينوس بيتطور بشكل رهيب جدا، ولكن المشكلة ان هو مش حاسس بالتطور. المهم سايتاما بيقول له شكلك كده حاسس بالاحباط، فبيكلم نفسه بيقول اعتقد ان في الوقت ده المفروض اديله شوية كلام يحفزه، فبيديله النظرة الجدية دي وبيقول له يا جينوس الضوء اللي انت عملته من شوية ده كان ضوء شديد السطوع، سواء بقيت اقوى ولا لا على الاقل انت بقيت اكثر سطوعا. الصراحة دي كانت وحشة من سايتاما المرة. حتى جينوس نفسه بيستغرب وبيقول ايه الهبل اللي بيحصل. والصراحة مش هكدب عليكم، انا كنت مستني من سايتاما انه يكلم جينوس اكتر او يحفزه بكلام حقيقي فعلا، ولكن هو ده اللي طلع من سايتاما. دلوقتي بنشوف ان جينوس بقى بيكلم نفسه بيقول ان السبب الحقيقي اللي كان مخلي سايتاما يغطي عينه بالمنظر ده ما كانش عشان الضوء قوي بس، ده كان برضه عشان هو مش مهتم بالقوة بتاعتي وانا مش بسبب له اي خطر. ودلوقتي جينوس هيبدا في الكلام المحبط جدا، بيقول ان سايتاما من الاول ما كانش بيراقبني عشان انا ولا حاجه بالنسبه له. بيتكلم بالنسبه للقوه طبعا، بيقول اكتر من شهرين انا كنت تلميذ لي، ولكن لغايه دلوقتي هو مش شايفني ان انا اتطورت ابدا. وخلينا اقول ان احنا دلوقتي عرفنا رسميا ان كل الاحداث بتاعت وان بانش مان من الموسم الاول كل الكلام ده كان شهرين بس، وده يعرفنا ان لسه في احداث وتطورات كتيره جدا هتحصل بعدين، لان كل اللي شفناه ده وشهرين بس يا جماعه. وده برضو بيوضح لينا حاجه تانية، لان لو فاكرين اللي في الموسم الاول الكاهنه اللي تنبأت ان في مصيبه كبيره هتحصل على كوكب الارض بعد 6 اشهر. في الاول الموضوع كان يلخبط لان احنا مش عارفين بالظبط امتى الست شهور دي، ولكن دلوقتي عرفنا ان عدى شهرين، فبالتالي باقي 4 شهور على المصيبه او التنبؤ ده، واللي هو غالبا هتكون نهايه القصه او هيكون بسبب الكيان. ولكن حقيقه ان باقي 4 شهور وكل اللي شفناه ده شهرين بس، ده يعرفنا ان قصه وان بانش مان لسه مطوله حبتين. جينوس بيكمل كلامه وبيقول طول الوقت ده انا كنت حاسس ان انا مستحيل ان انا اقرب من مستوى سينسي او سايتاما. الصراحه معرفش ان جينوس دايما يفضل يقارن نفسه بسايتاما ويقارن قوته مع سايتاما، هل دي حاجه كويسه ولا لا؟ ممكن تكون حاجه كويسه لان دايما هتدفعه لانه يتطور ويقوي نفسه لابعد الحدود، وممكن تكون حاجه مش حلوه ان هي هتخليه يحبط وتقلل ثقته بنفسه. جينوس بيكمل كلامه وبيقول انك وجهت لي في الاول هدف ان انا اكون من اقوى 10 ابطال، ولكن دلوقتي انا حاسس ان انا بتنافس في مستوى بعيد كليا عن مستواك. بغض النظر عن الوقت اللي هقضيه هنا، اتوقع ان انا ابدا مش هوصل لمستوى القوه اللي انا عايز اوصله، فعشان كده بدات افكر بوجهه نظر ثانيه وبدات اغير من البيئه اللي حواليا. وبنشوف على طول بيقول سيتم انشاء منظمه ابطال جديده، وبيكشف عن اسمها لاول مره واللي هي نيو هيروز. نيو هيروز هي المنظمه الجديده اللي شفنا ان اكسل هيتضم ليها، ورايدن اللي شفناه في الفصول اللي فاتت برضه. جينوس بيقوله اتوقع انك سمعت عنها برضه، ولكن واضح ان سايتاما ما سمعش عنها قبل. المهم جينوس بيقول ان بسبب ازدياد الكوارث والوحوش تم انشاء منظمه الابطال الموجوده دلوقتي، اللي قام بتاسيسها الشخص الثري اللي اسمه اجوني اتوقع، مع الشراكة مع الصناعات السياسية والتجارية. ولكن الناس بدأت تشك في المنظمة وبدأت تشك في أخلاقياتها وأهدافها المطلقة، ده غير التسريبات والفضائح اللي بيتم تسريبها كل شوية للعامة، زي تخريب الأبطال للأماكن، زي نهب التبرعات وأكتر من كده. جينوس بيقول هما دلوقتي بيحاولوا يهدوا اللعب ويهدوا الموضوع شوية من خلال إن هما يعملوا إعلانات متحيزة بتخلي الشعب يحب المنظمة أكتر، زي الإعلان بتاع تاتسوماكي اللي شفناه قبل كده. ولكن جينوس بيقول بقى إن الفضائح اللي هيتم تسريبها لسه مستقبلا ممكن تكون مشكله كبيره لمستقبل المنظمه، فده معناه ان لسه في فضائح ما شفناهاش. ايه الفضائح اللي ممكن تكون اكتر من كده، وايه اللي بتعمله منظمه الابطال بجد خلف الستار؟ فبيكمل كلامه وبيقول لو هيفضلوا ويمشوا بالمستوى ده وبالاسلوب ده اتوقع ان المنظمه هتنهار تمام، ولذلك المنظمه الجديده اللي اسمها النيو هيروز هتظهر في الساحه. بيقول ان هم كانوا بيبحثوا عن ابطال جوه منظمه الابطال الموجوده دلوقتي، ده غير ان عندهم انظمه لمكافحه الوحوش بالاضافه الى تعويضات وتامينات للابطال. وكمان بيقول ان هم هيحطوا في الاعتبار المزايا والعيوب بتاعت منظمه الابطال دلوقتي عشان يطوروا من نفسهم. سايتاما بيقول له انت عرفت كل الكلام ده ازاي، امتى، ومين اللي قال لك كده اصلا؟ فجينوس بيقول الكشافه اللي جمعتها
جمعيه الابطال الجديده، فده معناه ان ايوه في كشافه للجمعيه الجديده دي بتروح وبتكلم الابطال الحاليين عشان ينضموا ليها، وواضح كده انه راحوا كلموا جينوس. وبنعرف كمان ان عدد الابطال اللي موجود في المنظمه الجديده دلوقتي 2000 بطل مقارنه ب 600 بطل بس موجودين في المنظمه اللي موجوده حاليا. وكمان بيقول واضح ان كتير من الابطال اللي في الفئه اس ممكن ينتقلوا فعلا للمنظمه الجديده، غير ان هم بيفكروا ان هم يضموا شويه ابطال ما كانوش اصلا في الساحه وما كانوش من ضمن منظمه الابطال الموجوده حاليا، زي اكسل اللي شفناه اصلا ده ما كانش يعتبر بطل مسجل ولكن هو راح فعلا للمنظمه الجديده دي، فممكن نشوف كتير زيهم واقوى منهم بكتير يظهروا لاول مره ليه. فجينوس بيقول لو انضميت ممكن استفيد خبرات منهم. سايتاما بيقول لجينوس على طول السبب اللي انت مخليك تصبح اقوى واقوى هي الرغبات الانتقام اللي عندك صح؟ فجينوس بيقول ايوه طبعا اللي انا عايزه اصلا هو تدمير الماد سايبورغ او السايبورغ الهائل. بيقول ان حقيقته مش معروفه، مش معروف مين الاخ ده، ولكن هو اخذ مني كل حاجه من 4 سنين. سايتاما بيقول له هل انت متاكد انه حقيقي اصلا؟ ممكن ما يكونش شخصيه حقيقيه، ممكن يكون مات او حد دمره بالفعل اصلا. فجينوس بيقول انه بحث في كل البيانات المتاحة حاليا ولكن مفيش اي معلومات ومفيش اي حاجة بتدل انه تم تدميره او انه هو موجود ومعروف، ولكن لاول مرة بيقول حاجة مثيرة شوية. بيقول ان في سجلات بتقول ان في الوقت ده، في الوقت الزمني اللي كان في نفس وقت المات سايبروك بالنسبة لجينوس، كان في وحش شرير بشكل خاص جدا، فهل ممكن يكون هو او ممكن يكون الوحش الغريب ده هو كان السبب في وجود المات سايبورغ؟ ممكن يكون مثلا كان تابع ليه، ممكن يكون كان هو السبب في وجود المات سايبورغ، او ممكن يكون برضو المات سايبورغ باي شكل من الاشكال عمل عقد مع الكيان وخد القوه منه. نظريات كتير ممكن نقولها ولكن واضح ان الموضوع بدا يتضح لينا واحده واحده. المهم سايتاما بيقول له طيب ما ممكن اكون انا قتلته بالفعل، ولكن المجنون ان جينوس بيقول له اتوقع انك ما كنتش هتنساه لان هو قوي بشكل كبير جدا. صح انت ممكن تكون يا سايتاما واحد من الناس اللي كانت ممكن تقضي عليه، ولكن 100% انت كنت هتعتبره كوحش قوي وكنت هتفضل فاكره لغاية دلوقتي. كلام غريب جدا من جينوس، ولكن السبب اللي مخليه يقول كده هي حاجة من التلاتة دول. رقم واحد هو ان جينوس عارف فعلا ان المات سايبورغ ده قوي جدا، لذلك هو متأكد ان سايتاما ما كانش هينساه بالسهولة. ولما نقول قوي جدا فهو ممكن نقول انه في نفس مستوى قوة جارو او بوروس، وصراحة ما نعرفش اصلا هل سايتاما لسه فاكر بوروس ولا لا، ولكن هي دي المستويات اللي ممكن تخلي سايتاما يفتكر هم شوية. الاحتمال التاني هي ان الصدمة اللي عاشها جينوس في الماضي مخلياه مش مصدق ومخلياه مفكر ان المات سايبورغ ده شخص قوي جدا جدا لدرجة انه ممكن يسبب مشكلة لسايتاما. جينوس اكتر واحد عارف قوة سايتاما وعارف انه هو جبار جدا، شافه بيقاتل ناس كتير جدا، ولكن مع ذلك انه يقول كده فممكن يكون ده تأثير الماضي والصدمة اللي عاشها في طفولة. رقم تلاتة هو ان جينوس بيستهبل وما بيعرفش يقارن قوى الشخصيات مع بعض، ولكن انا ارجح رقم اتنين هو ان جينوس مؤفر شوية نظرا للصدمة اللي عاشها في طفولة. المهم سايتاما بيكلم نفسه بيقول انا مش فاكر اصلا الوحوش اللي قتلتها، وبيسأل جينوس وبيقول له هل انت تعتقد انك بالقوة دي تقدر تقضي عليه؟ جينوس بيقول مش عارف، ولكن لغاية ما عثر عليه انا لازم اكون متأكد 100% ان انا هفوز، ولذلك انا بفكر في الانتقال لمنظمة الابطال الجديدة اللي اسمها النيو هيرو. فسايتاما بيقول خلاص انا فهمت، حظا موفقا يا جينوس. ولكن جينوس برضو بيقول ان الجمعية قالت لي ان انا اقترح شوية ابطال عليهم، وبيقول له لو انت مش متعلق قوي بالجمعية اللي موجودة حاليا ايه رأيك انك تنتقل معايا يا سايتاما؟ بتشوف شوت سايتاما هو متنح كده من بعيد. جينوس بيكمل كلامه وبيقول برضو عشان الجمعية اللي موجودة حاليا مش بتقدرك ومش بتديك قيمتك الحقيقية، فما هو رأيك؟ وبكل بساطة وفي صفحتين بس يا جماعة. سايتاما بيقول انا مش مهتم، تعب زيادة على الفاضي. وجينوس بيقول خلاص انا برضو مش هنضغط. وكده يا جماعة بعد اكتر من 20 صفحة من الحوار الجدي اللي مليان كلام ورغي كتير جدا ما بين جينوس وسايتاما، وبعد القرارات والكلام اللي قاله جينوس، كل ده في الاخر يخلص في كلمتين بس في اخر صفحتين، حرفيا صدمة وحركة ما يعملهاش غير الكاتب وان، اللي هو فضلت اضحك واتصدمت في نفس الوقت. ولكن في الشابتر ده عرفنا معلومات كتيرة يا جماعة، عرفنا شوية اكتر عن المات سايبورغ، عرفنا ان كل الاحداث دي حصلت في شهرين بس، عرفنا اسم منظمة الابطال الجديدة وان احتمال ان منظمة الابطال الحالية هتنتهي بعد الاشاعات اللي لسه
هتتقال وهتصرف مستقبلا. ولكن نهاية الفصل ده كانت مجنونة جدا حبتين. فصل يعتبر متوسط. مستنى ايه رأيكم في الكومنتات، ايه رأيكم في كل الكلام اللي شفناه ده، وايه رأيكم في النهاية المجنونة دي. وكالعادة ما تنسوش اللايك والاشتراك والشير، الكلام ده بيفرق جدا يا جماعة، اكون شاكر ليكم. ولو عايز تشوف القتال ما بين سايتاما والكيان في المانجا الفان ميد، ما تنساش تدخل تشوف الفيديو ده او شوف الفيديو اللي هيرجحه لك اليوتيوب دلوقتي. شكرا ليكم، وكان معاكم نرد الانمي.